في مدينة المكلا حاضرة حضرموت بدأ التحضير للمعسكر التحضيري لهذه البطولة، وهي بطولة غرب آسيا للناشئين. وفي مدينة المكلا اليوم نحتفي بأبطال منتخبنا الوطني للناشئين متوجين بهذه الكأس الغالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة خاصة واستثنائية عبر شاشة تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا، ونقدم لكم هؤلاء النجوم الذين أسعدوا أكثر من 30 مليون يمني وزرعوا الابتسامة والفرحة على محيا الشعب اليمني. معي الضيوف الأعزاء في هذه الحلقة، ونرحب بهم هنا الأستاذ عبد الرقيب العديدي مدير المنتخب الوطني للناشئين، وكذلك أيضا الكابتن سامر فضل مدرب المنتخب الوطني للناشئين، كذلك أيضا معي مدرب الحراس أمين سالم السود، وأيضا المنسق الإعلامي لبعثة المنتخب الوطني للناشئين فادي حقان، وكثير من النجوم المتواجدة معي في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية. ومثل ما ترونهم وستستمعون إليهم بعد لحظات، وهم يتحدثون عن مشوار هذه البطولة الرائعة والاستثنائية وتحقيق هذه الكأس الغالية. دعني أبدأ معك أستاذ عبد الرقيب العديني مدير المنتخب الوطني للناشئين. أولا مبارك لكم هذا التتويج وهذا الإنجاز، أسعدتمونا، أسعدتم الكثير من الملايين داخل الوطن وخارجه. بداية حدثنا عن التحضير لهذا المعسكر، التحضير لهذه البعثة للمشاركة في هذه البطولة في سلطنة عمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قناة حضرموت الحكومية لاهتمامها أولا ببعثة المنتخب الوطني، وكذلك نشكر محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي على دعمه لمسيرة المنتخب الوطني للناشئين خلال فترة الإعداد للبطولة التي أقيمت في صلالة. طبعا فترة الإعداد هي فترة كانت قصيرة جدا، وطبعا هي كجانب فني طبعا بتكلم الكابتن سامر عليها، لكن كانت هي فترة قصيرة لاختيار اللاعبين من على مستوى الجمهورية، يعني هذه القمة طبعا مدربين بالكابتن سامر والكابتن عنون باختيار أكثر من 200 إلى 150 لاعب من جميع المحافظات، وقسموا إلى مجموعات محافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية، وتم الوقوف على أكثر من 50 لاعب في المعسكر الأخير الذي أقيم في مدينة المكلا خلال قبل البطولة بأسبوعين فقط. طبعا بالرغم يعني الإعداد القصير، لكن أثبت اللاعبين بأنهم على قدر المسؤولية وقدموا مستويات طبعا جميلة وكبيرة، ونتائج يعني كما شاهدتموها 5 مباريات متتالية بدون أي هزيمة، وهذا يعتبر إنجاز، و يعني من الأشياء التي نفخر بها للاعبين الذين قدموا مستوى كبير خلال المشاركة، واستطاعوا الحصول على البطولة بتقدير امتياز وحصول على كأس البطولة. نعم كابتن سامر، دعني أتحدث معك. مثل ما قال الأستاذ عبد الرقيب، هناك تحضير لهذه البطولة مسبق، لكن هي الفترة ربما كانت قصيرة. هناك أيضا الكثير من اللاعبين المتواجدين داخل المنتخب، وأنتم رسيتم على مجموعة هي التي ستشارك في هذه البطولة الاستثنائية. لو تحدثنا عن الاختيار ما بين اللاعبين، المفاضلة بينهم، الجوانب إذن التكتيكية والذهنية التي كانت حاضرة في أجواء المعسكر، كذلك أيضا كانت حاضرة في البطولة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم حقيقة على تغطيتهم الدائمة لتحضيرات المعسكر أو المنتخب، سواء كانت في المعسكر التي أقيم في محافظة المكلا أو محافظة حضرموت، وأيضا من خلال متابعتكم أيضا أثناء البطولة وحتى بعد البطولة. بالنسبة لاستعداداتنا حقيقة، يعني الكل يعرف أن احنا كنا في فترة ضيقة جدا بما يقارب 20 يوم فقط للإعداد لبطولة تعتبر الجميع يعني في اليمن دائما ما يحرص على أنها تكون لابد أن نأتي بها، يعني ويكون متابع لها بشكل لابد يعني الكل متابع لها بشكل قوي، والكل ما يريدك تروح للمشاركة، الكل يريد المنافسة. صحيح. وهذا حق مشروع، بما أن احنا كنا أبطال قبل سنتين، فهذه رسالة حقيقية أن احنا قادرين أن نعيد البطولة. هذه أذهان الجمهور والشارع الرياضي كان دائما ما يطالب بالبطولة،
ولا شيء غير البطولة يعتبر نجاح. حتى لو وصلت للمباراة النهائية أعتقد أنها كانت أيضا إن لم تأتي بالبطولة فهذا يعتبر فشل بنظر الشارع الرياضي. لكن احنا يعني لم نكن بالشكل المطلوب يعني بالنسبة لفترة الإعداد لم تكن كافية. احنا عسكرنا في 20 يوم لكن من خلال اختياراتنا كنا نركز حقيقة على لربما عنصرين مهمين في اللاعب ألا وهو الفكر وأيضا التكنيك العالي. لربما هذه الأشياء هي التي قد تساعدنا كثيرا في اختصار كثير من الصعاب في المستقبل. يعني لأنه لاعب عندما يكون لديه فكر وعنده تكنيك جيد هنا تستطيع توظيفه مثل ما شئت في أرضية الملعب. مثل ما يعني شاهدته في البطولة حرصنا على أنه جميع اللاعبين يكون عندهم المرونة التكتيكية للعب في أكثر من مركز وهذا شيء يعتبر أيضا في وضع صعب جدا من فترة الإعداد يعطيك عدة خيارات يعني. والحمد لله الشباب كلهم كانوا يعني عند مستوى المسؤولية وأدوا مباريات بطولية يستاهلوا عليها أن يكونوا أبطال حقيقيين فعلا. نعم إذن مستمرين معكم وسنتحدث عن كثير من الأمور المتعلقة بالجانب الإداري وكذلك أيضا الجانب الفني. دعوني أنتقل قليلا إلى الجهة الأخرى مع نجوم المنتخب الوطني للناشئين والمتوجين مؤخرا بهذه البطولة الغالية. وضاح أنور حارس المنتخب الوطني كانت لك 3 مشاركات في هذه البطولة وهي بطولة غرب آسيا. كنت قد حققت اللقب أيضا في البطولة 8 واليوم تكرر نفس السيناريو وتحقق اللقب مرة أخرى. ماذا يضيف لك هذا اللقب الثاني؟ ماذا يضيف لك أن تكون أنت صانع الفرحة لأكثر من 30 مليون في الشارع اليمني؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والحمد لله أننا استطعنا نحقق إنجاز ثاني وهذا فضلنا جميعا فضل الله ثم فضلنا جميعا والحمد لله يعني نكون يعني سببا بسيطا لإسعاد الشعب اليمني ونسأل الله التوفيق بالغادم بإذن الله تعالى وهذا يعطينا دافع معنوي كبير والشعب يعني يتأملوا بنا آمال كبيرة للإنجازات أخرى إن شاء الله. نعم عادل عباس نجم المنتخب الوطني وكذلك أيضا قائد المنتخب الوطني أمتعتنا حقيقة الجماهير الرياضية وقد قلتها في الصباح اليوم في حفل التي أقامته السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أنه ما أن يستلم أو تكون الكرة بين أقدام النجم عادل عباس إلا والجماهير الرياضية قاطبة في اليمن وخارج اليمن تحتفل بالهدف قبل أن تهتز الشبكة. شعورك وأنت تحقق هذا اللقب للمرة الثانية وأنت تشارك في هذه البطولة مثل ما ذكرنا وإسعادك لكثير من الملايين داخل الوطن وخارجه؟ الله الحمد لله الحمد لله نحن حققنا هذا الفوز وزي ما قال كابتن وضاح نحن يعني سبب بسيط لإسعاد الشعب اليمني بفضل الله بفضل مجهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين يعني استطعنا أن نحقق البطولة والحمد لله. نعم دعني أعود إليك أستاذ عبد الرقيب العديلي مدير المنتخب الوطني. مثل ما ذكرنا قبل لحظات وفي مستهل السؤال الأول عن أهمية التحضير والإعداد الجيد للمنتخب وكذلك أيضا المعسكر التدريبي، ما أبرز النقاط التي يتميز بها وتخيم على جو المعسكر التدريبي في مدينة المكلا في سلطنة عمان الأجواء الإيجابية التي دائما ما نشاهدها متواجدة بين الفريق بأكمله؟ طبعا بالنسبة للأجواء التي كانت في يعني سائدة في المعسكر طبعا وكانت هي من السمات المميزة للمنتخب هي التآلف الكبير و شعور بالمسؤولية من جميع اللاعبين خاصة من يعني التعاون فيما بينهم الالتزام الانضباط خلال فترة المعسكر بكل الجوانب سواء الإدارية أو الفنية كان له دور كبير في يعني إعطاء النتائج الإيجابية بسبب أولا الانضباط الالتزام. طبعا نقدم الشكر الجزيل للاعبين الذين يعني أثبتوا بأنهم لاعبين من طينة الكبار بالرغم من أعمارهم يعني بسن ناشئين لكن أثبتوا بأنهم على قدر المسؤولية بجميع الجوانب سواء الالتزام بالجوانب الفنية أو الإدارية. طبعا نحن نتقدم طبعا أولا لا ننسى أن نذكر رئيس الدعم الأول للرياضة اليمنية على مستوى الجمهورية رئيس الاتحاد الشيخ محمد صالح العيسي الذي كان له الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى
باستمرار الأنشطة الرياضية على مستوى الجمهورية سواء والمشاركات الخارجية سواء للمنتخبات السنية أو المنتخبات الأخرى كالأولمبي والوطني وغيره. ولولا دعم رئاسة الاتحاد وقيادة الاتحاد لما كان هناك نشاط رياضي خلال الفترة الماضية التي نعاني طبعا فيها بسبب المشاكل الأمنية وغيرها، لكن الحمد لله تجاوز في الجانب الرياضية وكان له دور كبير باستمرار الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية. نعم، ننتقل إلى مدرب الحراس الكابتن أمين سالم السود. هناك دائما ما تكون في المباريات وفي ضربات الترجيح بشكل عام يقولون إنها لضربات الحراس بشكل عام، والضاح أنور أثبت تميزه في النسخة الثامنة وقد حقق هذا اللقب وتصدى أيضا لركلة الجزاء. اليوم يكرر نفس السيناريو، أهمية أنه تكون يعني لديك حارس بهذه المواصفات الفنية البدنية الذهنية المتواجدة التي هي في الكابتن وحارس المرمى والضاح أنور. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر قناة حضرموت على استضافتها ومتابعتها وحرصها الدائم من بداية ما سكننا في مدينة مكلا وهي ما شاء الله السباقة. بخصوص الموضوع طبعا حارس المرمى، فنحن قمنا بتوجيه الحارس طبعا ضربات تريح الكل ينظر لها يعني فيها ارباك فيها، بس قمنا بتوجيهه بحيث انه يكون الوضاح داخل المرمى يكون يعمل الحركه هذه اللي تكون تشوشش على اللاعب، ايوه تربك الخصم، بحيث انه يكون يتحرك داخل المرمى وتغطيته. فاللاعب لما يكون حارس ويسوي حركات هذه يكون ضيق المرمى. يعني عملتوا تدريبات على طبعا قمنا بتدريبات خبز كروي من مدرب الحراس، وطبعا الحارس ما شاء الله الحراس صاحيين انه وضاح وانه زميله ابراهيم واسام، فقمنا بثلاثه تمارين قبل المباراه النهائيه والحمد لله انه الرياضيين وانه الحراس. فوضح ابدا تمركزه وابدا استعداده في التداريب اللي قبل المباراه النهائيه، ما شاء الله تصدى لعده ضربات جزاء واثبت ادارته وكان ما شاء الله اسد في المرمى. نعم، وضاح في ضربات الترجيح المنتخب كان متاخر في الاهداف، هل كانت لديك الثقه بانك ستتصدى لهذه الركلات؟ يعني سيكون لك حضور في ركلات الترجيح ام انه الاجواء والجماهير والضغط العصبي يعني اثر عليك؟ والله بالنسبه لضربات الترجيح يعني الواحد ضروري يكون شجاع، خاصة بالمباريات النهائية، كل مبارياتي طبعا بس خاصة مباراة نهائية تجي صعبة شوية، يعني يكون ضغط على اللاعبين أكثر. صحيح، ولذلك الواحد ما معه إلا يمتلك الشجاعة والقوة والإرادة والعزيمة والطموح، وهذا أفضل شيء اللي يتحلى بها اللاعب. ونحن الحمد لله كلاعبين وجهاز فني ويدارك بعثة كامل إيماننا بالله قوي وعني ونطمح للكاس ان شاء الله. ان شاء الله والحمد لله حققنا الكاس. نعم، ولذلك عند ضربات الترجيح والله اكيد يعني الذي يمتلك الهدوء والتركيز عند ضربات الترجيح يعني تكون ثقه صراحه، يعني حتى لما تشوف المهاجم قدامك او اللاعب لما يزبط الكره خلاص تحسه مرتبه، وهذيك الساعه لما تكون انت هادئ ومركز يعني اتخذ قرار والتوفيق من الله بعدين. ونعم بالله. نعم، إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية مع نجوم المنتخب الوطني للناشئين والحديث عن التتويج بهذه البطولة وهي بطولة غرب آسيا، لكن سنتوقف مع فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. عبر شاشة تلفزيون حضرموت بمدينة المكلا ونحن في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية مع نجوم المنتخب الوطني للناشئين، وهذه الحلقة عن التتويج ببطولة كأس غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان
وهذه الكأس الغالية التي حاضرة معنا أيضا في هذه الحلقة مع النجوم المتميزين أيضا المتواجدين في هذه الحلقة. نعود إليك كابتن عادل عباس قائد المنتخب الوطني للناشئين. هناك جوانب وجوائز جماعية وهناك جوائز أيضا فردية، دائما ما يتميز بها الكثير من اللاعبين المتميزين، وأنت أظهرت الكثير من التميز في هذه البطولة الاستثنائية، تحققت على وحققت لقب أفضل لاعب في البطولة. أهمية هذا أو هذه الجائزة لك بالتحديد ماذا تمثل للكابتن عادل عباس؟ والله الحمد لله، يعني هذا يعتبر إنجاز دخول إلى رصيدي، والحمد لله يعني يعتبر أنه أول لاعب يمني يتوج بأفضل لاعب في البطولة، وأطمح أنه إن شاء الله يقوم من بعدنا ويتوج بأفضل لاعبين إن شاء الله في البطولة، ويعني هذا شعور لا يوصف ونحمد الله عليه بعد عناء طويل الحمد لله حققناه. نعم، هناك الجماهير والكثير من الجماهير الرياضية التي ساندتكم في عمان في كثير من المحافظات اليمنية التي كانت حاضرة معكم بالقلب، حاضرة معكم بكل ما أوتيت من قوة لتساند هذا المنتخب وتدعمه بالكثير من الدعم المعنوي وأيضا اللوجستي. أهمية وماذا تقول لهذه الجماهير الرياضية؟ والله نقول نشكرهم من كل أعماق قلوبنا، ودائما ما يكون الجمهور هو الرقم 12 لأي فريق وأي نادي، ونحن نلعب يعني مشان نسعد الجمهور، والحمد لله نحن يعني عرفنا أن نكون عند حسن ظنهم والحمد لله. نعم الحمد لله. كابتن سامر دعني أعود إليك لنتحدث عن الاستحقاقات القادمة للمنتخب الوطني للناشئين، هل ستطرأ تغييرات على المنتخب؟ هل ستكون هناك إضافات أيضا جديدة للمنتخب الوطني، خصوصا أنكم قادمين على استحقاقات جديدة وهي بطولة كأس آسيا التصفيات؟ نعم بالتأكيد، يعني نحن لدينا خطة عمل راح تكون إن شاء الله راح نقدمها في الأيام القادمة، هي طبعا شبه جاهزة، راح نقدمها للجنة الفنية في الاتحاد اليمني لكرة القدم. البرنامج أكيد راح يكون فيه معسكرات، وهذه المعسكرات سيتم إضافة لاعبين ممن كانوا معنا في المعسكر الذي سبق المعسكر قبل البطولة، وأيضا قد نبحث عن المواهب التي لم تجد الفرصة لتكون معنا في المعسكر السابق. البقاء للأفضل بالتأكيد خلال هذه الفترة، هناك لاعبين سيرتفع مستوياتهم وهناك لاعبين قد يصير عندهم لربما انخفاض في المستوى. هذه الأشياء كلها ستكون مرسومة بخطة عمل ستحدد من الذين سيضافون معنا في قادم الأيام إن شاء الله. بالنسبة لنا كشكل منتخب صار لدينا لاعبين لديهم كل الإمكانيات التي تجعلهم يلعبون مباريات على مستوى عالي. الإضافات راح تتم من خلال يجب أن يمشوا ويتماشوا بنفس الأفكار التي موجودة معنا لكي يستطيع المنتخب أن يمشي بفكر واحد الكل مع الكل، وهذه ميزة للبقاء للأفضل إن شاء الله. طيب لو تحدثنا عن الرسالة اللي قلتها للاعبين قبل ذهابكم إلى عمان بعد المعسكر التحضيري، إيش الرسالة اللي قلتها للاعبين وإيش الرسالة أيضا اللي وجهتها للاعبين في المستطيل الأخضر في المباراة النهائية؟ إحنا دائما رسالتنا للاعبين أننا صحيح لدينا طموح ولم نذهب للمشاركة ولن نذهب للمشاركة، لأنني دائما ما أشاهد في أعينهم نظرة الأبطال، فهذه النظرة تجعلنا إحنا لابد أن نقدم رسائل إيجابية تساعد على هذه النظرة أن تستمر وتكون في فعلا في الواقع. يجب أن يكون اللاعب أن يشعر بالبطولة ويشعر بالبطل. كنا حريصين أن نذهب ولا شيء غير البطولة، الكل كان حريص على هذا الشيء. دائما كلامنا معهم يجب أن تستمتع في الملعب، نحاول أن نجعل اللاعب يلعب بكل ثقة وكل شجاعة في أرضية الملعب، لأن بالثقة والشجاعة اللاعب يبدع في أرضية الملعب. استمتع دائما ما نقولهم في الملعب، اعطي كل اللي عندك، العب لكي تستمتع وايضا تسعد هذه الجماهير التي دائما ان تساند او دائما تساندنا ودائما ورانا سواء كان في ارضيه الملعب او خلف الشاشات. رسائلنا ايضا كانت لهم اننا يجب ان يشعروا انهم هم سعاده وطن، فكلمة سعادة وطن دائما ما تشعرهم بالمسؤولية. صحيح. فهذه المسؤولية. خصوصا في وطن يعني منهك من جميع وطن النواحي. محتاج للسعادة. صحيح. يعني. صحيح. فهم سبب من الأسباب وهذه نعمة من الله عز وجل، ودائما ما أشعرهم في بهذا الكلام في المحاضرات أنهم
هي نعمة من النعم التي أنعمها الله تعالى عليهم، أن الله عز وجل جعلهم سبب لإسعاد هذه الأمة، وهم كانوا أقد المسؤولية حقيقة، وكانوا بمعنى الكلمة فعلا هم سعادة وطن. هناك أيضا الكثير من الجوانب الفنية والإدارية والتكتيكية التي سنتحدث عنها أيضا في هذه الحلقة، لكن لا يمكن أن نغفل جانب الإعلام الذي كان حاضرا ومتميزا في هذه البطولة، وكنا قريبين حقيقة من المنتخب سواء في مدينة المكلا سواء في سلطنة عمان، كنا قريبين من الأجواء التحضيرية قبل المباراة أثناء المباراة بعد المباراة. هذا طبعا يعود للفضل بعد الله سبحانه وتعالى للمنسق الإعلامي للمنتخب الزميل فادي حقان. اللجنة الإعلامية عكفت على الكثير من الأمور وكثير أيضا من التحضيرات التي جعلت الشارع الرياضي في اليمن في خارج اليمن وكل محبين الأحمر يتابعون هذا المنتخب، يترقبون الكثير من المواعيد، يترقبون أيضا الكثير من النتائج والإبداع والتميز. كيف كان الدور الإعلامي وكيف كانت الخطة الإعلامية ماشية من المكلا إلى عمان إلى العودة مرة أخرى إلى المكلا؟ ما شاء الله. أولا أشكرك عزيزي سالم، وطبعا إن شاء الله نكون عند حسن الظن بهذا الكلام الذي قلته، إن شاء الله نكون يعني قدمنا صورة تليق بمكانة هؤلاء الأبطال يعني حقيقة. وعملنا طبعا وأنا فخور جدا أن أعمل خلف هذا الجهاز الفني والإداري في يعني منظومة متجانسة ومتكاملة منذ بداية اللحظة ومنذ بداية يعني وجودهم في مدينة المكلا. فحرصنا طبعا على المواكبة في التدريبات وأيضا كذلك في عملية الكشف يعني عن هذه المواهب وإبرازها للرأي العام، وأيضا كذلك كل تحركات وتفاصيل هذه البعثة كانت بإذن الله تعالى تكون يعني في محل مكانتها إن شاء الله بالله تعالى. وصلنا إلى البطولة، طبعا البطولة يعني فيها من التحديات واجهناها نحن كإعلاميين، ولكن إن شاء الله الحمد لله يعني كانت الأمور يعني فيها من الصبر، فيها من أيضا كذلك المرونة مع التعامل، والحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة وشاركنا في هذه البطولة ولحقنا طبعا منتخبنا. وبالفعل كانت يعني هي حلم لي بالنسبة قبل أن تكون لهم، هم أبطال بالفعل، ولكن أنا كنت يعني أحلم بهذا المشهد، أحلم بأن أشاهد هذه الجماهير، أحلم بأن أكون واقفا مع الجهاز الفني والإداري في 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 الملعب نفسه. فحدث كبير جدا يعني غاية في الروعة، على الرغم يعني الحمد لله هذه البطولة لو كانت يعني ربما لم تجد الوسائل الإعلامية الأكثر يعني تواجدا في البطولة، وأنا تفاجأت بهذا الشيء، يعني ما تغطي المباريات إلا يعني القناة العمانية وأيضا كذلك ربما بعض من القنوات التي تنقل هذا، لكن كتواجد في الميدان يعني افتقدناه لبعض الوسائل الإعلامية كون البطولة هي كبيرة جدا بحجم وكبر هؤلاء يعني. والحمد لله جاء الثمار وجاءت النتائج وجاءت تلو الأخرى الانتصارات، والعزيمة تأتي من مرحلة إلى مرحلة وإلى أن تحقق الهدف، ونحن بإذن الله تعالى نكون عند حسن الظن إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إذن سنتعرف أيضا على المواهب الشابة والمواهب الرياضية التي متواجدة معنا في هذه الحلقة. لو يدور المايك ما بين الزملاء المتواجدين من المنتخب الوطني، عرف نحن عن اسمك، المركز اللي تلعب فيه عشان الجماهير الرياضية والجماهير اليمنية اللي تتابعك تتعرف على هذا اللاعب، وحدثنا عن شعورك بالمشاركة في هذه البطولة. اولا السلام عليكم. احمد الموسكي، وسط ميدان. كان شعورنا بالفوز في البطوله، كلنا حققنا حلم، وحلمنا الاول هو اسعاد الشعب، وحققنا بطوله هذا يعني يحسب لنا، والحمد لله. ونشكر الجهاز الفني كان قريب مننا داخل وخارج الملعب، الجهاز الاداري كان الاب الروحي لنا الكابتن عبد الرقيب، والحمد لله على الفوز في البطولة. أيضا الزميل الآخر لديك في المنتخب، تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عصام السقاف، لاعب طرف أيمن. شعور بالبطولة لا يوصف، أول بطولة لي لعبها كلاعب، شعور لا ما يوصف أبدا. وأشكر الكابتن سامر والأستاذ عبد الرغيب والأستاذ أمين، وكانوا سبب رئيسي لنا في تحقيق هذه البطولة. نعم.
أيضا معنا متواجد في هذه الحلقة الكابتن حمزة المرشدي، حدثنا عن المشاركة في هذه البطولة، وقبل ما تحدثنا عن الانطباع والمشاركة في هذه البطولة، هل هذه البطولة الأولى التي شاركت فيها ولديك مشاركات من قبل؟ أيوة، أول بطولة لي. كيف انطباعك عن هذه البطولة والمشاركة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، احيانا الدموع هي من تعبر عن الرد، ربما تعبر عن الرد وهذه الفرحه، ومثل ما ذكرت انه كونهم انهم يكونون سعاده لمنتخب او لوطن انهكته الكثير من الحروب والكثير من الامور السياسيه والامور العصيبه التي اثرت على الجو العام للشعب اليمني. تفضل حمزه، ودموعك غاليه ودموعك اولا فوق بسم الله الرحمن الرحيم. نهدي هذا الفوز للشعب اليمني العظيم الذي فعلا يستحق هذه البطولة، ونبارك له. وأيضا نهدي هذا الفوز لسيادة المحافظ أستاذ مبخوت مبارك بن ماضي الذي كان الدعم الأول لنا في مساندتنا هذه البطولة وإقامة هذا المعسكر تحت رعايته. شكرا. نعم. أيضا الزميل الآخر المتواجد معنا في هذه الحلقة، تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عمر نشوى لاعب وسط. مشاركتي في هذا البطولة أولا حلم الطفولة، يعني الحمد لله سعينا لو ما وصلنا لهذه المرحلة. ندي هذا الفوز إنه فخر كبير إن احنا نسعد هذا الجماهير اليمنية. نعم. إذا نعود إليك من جديد أستاذ عبد الرقيب العديني مدير المنتخب الوطني، لنتحدث عن التحضيرات من قبلكم في البعثة لهذا المنتخب. الاهتمام بالنشأ دائما، خصوصا أنه هؤلاء الناشئين دائما ما يزرعون الفرحة على محيا الشعب اليمني، هل هناك خطة من قبل الإدارة في المنتخب؟ هل هناك خطة أيضا من قبل الاتحاد للاعتناء بهذه الكوادر الشابة؟ طبعا قيادة الاتحاد العام هي دائما تولي قطاع الناشئين بالذات قطاع يعني بشكل خاص، كونهم دائما يزرعون يعني الفرحة ويقدمون النتائج الكبيرة، وذلك بسبب وجود المواهب الكبيرة والكثيرة على مستوى الجمهورية اليمنية. يعني أعتقد بأنه دائما مشاركة قطاع الناشئين، دائما كل الجماهير تلتف حول المنتخب الناشئين بسبب اولا ثقتهم الكبيره بانهم سيقدمون نتائج وسيحصلون على مراكز متقدمه او البطوله. ونحن دائما نشعر سواء كقطاع كاداريين او كجمهور، نشعر بانه دائما هذه الفئه هي التي ستزرع البسمة والسرور على وجوه اليمنيين، يعني بسبب طبعا ما نعاني الوطن من ويلات الحروب أو ويلات الجوانب السياسية التي أنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرقها علينا. طبعا دائما نشعر بالسعادة كونهم يزرعون السعادة في قلوب الناس، و نشعر بالثقة الكبيرة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية خلال الفترة القادمة، يعني بسبب أولا طبعا مشاركات قادمة سواء على تصفية كأس آسيا للناشئين أو التصفية القادمة أو البطولة القادمة لغرب آسيا. وأتمنى أن يكون طبعا يعني كل اللاعبين الناشئين على مستوى الوطن يكون لهم طموح كبير بأنهم سيمثلون يعني المنتخب، خاصة بأنه كثير من اللاعبين الموجودين معنا سيكون أغلبهم في يعني قد تجاوز السن أو صعد إلى منتخب الشباب، فإن شاء الله يكون يعني يكون أمل لفئة الناشئين الموجودين على مستوى الجمهورية اليمنية بأن يكون لهم شرف الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني للناشئين. لنا أعتقد بأنه ستكون القائمة مفتوحة، خاصة بأنه في كثير من اللاعبين تم اختيارهم في القائمة التي قدمت إلى غرب آسيا بحدود 50 لاعب،
طبعا يعني كثير من اللاعبين التي تم استدعائهم لقائمة المنتخب الناشئ المنتخب الوطني الناشئين في الفترة السابقة يسمح لهم يعني بالمشاركة في البطولة القادمة كانوا صغار سن، تم طبعا استبعادهم بسبب صغر سنهم، وفي لاعبين طبعا يعني تم استبعادهم بسبب ايش تجاوزهم او تجاوزهم للسن، واعتقد بانه الفتره القادمه ستكون ان شاء الله نتمنى ان يكون في اهتمام كبير من قبل اللاعبين في الانديه قطاع الناشئين للانضمام الى شرف الانضمام للمنتخب الوطني للناشئين ان شاء الله. نعود إليك وضاح لنتحدث عن جزئية مهمة متعلقة بالجو العام داخل المنتخب بينكم أنتم الشباب، لاحظنا هناك أجواء يسودها الحب الوئام الألفة ما بين جميع اللاعبين، ماذا يمثل من صفة وسمة للمنتخب بشكل عام أنه تكون الأجواء كلها متقاربة الأجواء كلها أخوية داخل المنتخب؟ والله يعني تخلق نوع من الاتزان داخل المعسكر التدريبي داخل المباراة يعني داخل المنتخب بين البين. نعم والله هذه كانت روح واحدة أصلا، يعني ما فيش لاعب كذا يعني متمرد ولا لاعب متكبر ولا لاعب في غرور أو شيء من هذا النوع، نحن يعني كمجموعة كنا إحنا على ما نقول أسرة واحدة. هذا الشيء ساعدكم أنكم تكونون كثير كثير جدا، يعني كنا متحابين بين البين، يعني أي شيء من مدرب من مساعد من مدرب حراس من إداري من رئيس بعثة، يعني كنا عائلة واحدة. أبرز يعني النصائح اللي دائما ما يعطيك إياها مدرب الحراس في كل مباراة خصوصا مع ضربات الترجيح في المباراة النهائية، أبرز النصائح إيش هي؟ والله الكابتن أمين، يعني نحن الان اليوم نفرج اسرار المهنه، يعني اسم يعني اسم كبير بصراحه، ولذلك استفدنا خبره كبيره منه، ولذلك من ضربات الترجيح والتمركز داخل الملعب وداخل المرمى، يعني كحارس مرمى استفدنا منه كثير من توجيهات، والحمد لله يعني خرجنا البطوله هدفين، يعني بالبطوله كامل هدفين ومعنا ثلاثه كلين شيت، الحمد لله هذا يعني يعتبر إنجاز. عادل عباس قائد المنتخب، دائما القائد تكون عليه المهمة الأكبر في تماسك المنتخب في إعطاء التوجيهات في إعطاء الكثير من النصائح للزملاء، دعنا نذهب إلى المباراة النهائية، إيش أبرز الكلام اللي وجهته للشباب في المنتخب؟ يعني أبرز الكلام خلنا نبدأ القوة المباراة، أول ما جاء علينا هدف حسين انه الفريق بدا كذا ينهز، بس الكابتن قال ثقوا بالفوز وان شاء الله انكم بتدخلوا ضربات الترجيح بتفوزوا، دخلنا ضربات الترجيح وضيعنا الاولى ضيعنا يمكن الثالثه، وكنت يعني كلهم اقول لهم ثقوا بالفوز، كنت واثق انكم بتعودوا، احنا واثقين نحن دخلنا ثقافه الفوز والله اكرمنا احنا والحمد لله وحققنا الفوز الحمد لله. إذن مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، لكن سنتوقف مرة أخرى مع فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون حضرموت، وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية مع نجوم المنتخب الوطني للناشئين المتوجين ببطولة كأس غرب آسيا المقامة في سلطنة عمان. طبعا هذه الحلقة أتت لنتحدث عن كثير من الأمور الخاصة بهذا التتويج وكثير أيضا من المشاعر المختلطة في نفوس هؤلاء النجوم الذين أسعدونا حقيقة، وينضم معي الآن في هذه الحلقة الكابتن عمر البارك عضو اللجنة الفنية للمنتخب، أهلا وسهلا بكابتن عمر. سنتحدث عن الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بالمنتخب وكثير أيضا من الأمور التي صاحبت بعثة الفريق في هذه البطولة، لكن سنتعرف على النجمين الموجودين معنا في هذه الحلقة، وعرفنا عن اسمك وكيف كانت المشاركة والانطباع في هذه البطولة وتحقيقك للقب. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يونس حميد الأدمان لاعب الظهير الأيسر،
أول مشاركة لي في بطولة غرب آسيا. كيف كانت المشاركة وكيف كان الأجواء لتحقيقك للقب؟ كأول مشاركة لي كان مشاركة يعني مع الكابتن سامر، مشاركة ممتعة، وإحنا من أول المشاركة في محافظة المكلا إحنا ما جينا المنافسة، إحنا جينا البطولة رأسا. كمدرب سامر يعني سهل لنا كرة القدم كثير كثير مرة، يعني على ما قال إن كرة القدم ما هي شوشلية، يعني نجي فريق ونلعب وكذا، لا كرة القدم قاعد تلعب على تفاصيل، يعني الحديث 2023 تلعب على تفاصيل الدقة اللي تغلب الخصم. بفضل الله يعني طبقنا خطط التكتيك حقه، فضل اللاعبين اللي هنا نلعب كمنظومة يعني نجحنا، يعني ما نلعب إحنا فردين، إحنا نلعب كمنظومة، والحمد لله تفوقنا على كل منافس. نعم. ايضا نتعرف على زميلك الموجود معنا في هذه الحلقه، تفضل. السلام عليكم، معكم مدين الورد، لاعب مهاجم. اولا نهدي فوزنا هذا الى الشعب اليمني في الداخل والخارج، ونقول له الف 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 مبروك، وان شاء الله القادم افضل، ونزيد نحقق من البطولات القادمه. وثانيا نحن لم ناتي من المكلا الى سلطنه عمان من شان المشاركه، بل اتينا من شان الفوز، وإن شاء الله القادم أفضل ونزيد نحقق البطولات، وشكرا. نعم، إيش تقول للجماهير الرياضية التي ساندت المنتخب في عمان في البطولة وفي كل المحافظات اليمنية، إيش تقول لها؟ نشكرهم لأنهم كانوا الداعم الأول لنا معنويا ونفسيا، وكانوا في وقت الحاجة كنا نجدهم، وهم قدموا لنا كل شيء ونشكرهم. نعم. كابتن عمر البارك، دعنا نعود إليك لنتحدث عن الكثير من الأمور الفنية، وأنت عضو اللجنة الفنية لهذا المنتخب الذي أمتعنا وحقق هذه البطولة الغالية وأسعد الكثير من الشعب اليمني. كيف وجدت المواهب اليمنية؟ كيف وجدت سير البطولة من الناحية الفنية والتكتيكية وأنت على رأس هذه اللجنة الفنية وكذلك أيضا لاعب منتخب وطني سابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نشكر قناة حضرموت الفضائية على استضافتها لفريق الناشئين بطل غرب آسيا، ونهنئ أنفسنا ونهنئ جميع الشعب اليمني بهذا الانتصار العظيم. طبعا الانتصار كيف أتى؟ الانتصار لم يأتي من فراغ، الانتصار أتى بمجهودات طبعا بذلها المدرب، بذل جهد غير عادي في لملمة الفريق وترتيبه، وعمل مجموعة من اللاعبين، عمل مجموعة اندماجية، وكان له الفضل. أنا أقول الأجمل في هذه البطولة لأنه شخص كان متفائل. كنا أثناء التحضير كابتن سامر يقول أنا بأخذ البطولة، من حقه يأخذ البطولة لأنه يوجد وراه لاعبين أفذاذ، صحيح، ممتازين، لاعبين يتكيف فيهم أي مدرب. وهذه النقطة التي أشار إليها في بداية الحديث الكابتن سامر، عمل الخيارات الموجودة في اللاعبين، عمل بجهد. طبعا نحن لا ننسى أنه كل من قدم لنا وكل من بنى أساس لنا لن ننساه. في مقدمتهم شخص يدعى أحمد القطبة، هذا شخص ممتاز ورجل بمعنى الكلمة، هيئ المعسكر في بدايته في مدينة لودر بمجهودات شخصية من الكابتن سامر، وهذا يشكر عليه الكابتن. بعد انطلاقنا إلى محافظة حضرموت لا ننسى دور المهندس أكرم السياري، لأنه عقل متفتح وجميل، خطط بشكل سليم للمعسكر، والحمد لله وجدنا الناس المتجاوبين، الناس الطيبين اللي فعلا يعني شعرنا بهم من أول لحظة، ولم يطالبوا بالفوز مننا، وإنما استلطفونا واحتضنونا في مدينة المكلا الجميلة. لا ننسى وكيل الشباب والرياضة الأستاذ هبيب ضاوي، بذل جهد غير عادي. لا ننسى الأستاذ حسن المسجدي مدير مكتب الشباب في محافظة حضرموت، لا ننسى رئيس الاتحاد، ولا ننسى دور السلطة المحلية
بالمحافظة بقيادة الأستاذ مبخوت بن ماضي الذي كان صدر رحب وصدر جميل، بالإضافة إلى أنه الأستاذ نايف البكري عمل جهد غير عادي ويشكر عليه، كان يتواصل معنا دائما بالصرات والطرات. نايف البكري بذل جهد كبير برضه في هذا المعسكر، لا ننسى دوره، لا نهمش دور الآخرين، لا ننسى الاتحاد اليمني لكرة القدم ممثل بالشيخ أحمد العيسي، كل العاملين والطاقم اللي هيئوا المنتخب ترفع لهم القبعات. نعم، إذن من خلال هذه الحلقة أيضا نوجه الشكر لكل الذين كانت لهم بصمات واضحة في تهيئة هذا المنتخب حتى تحقيق هذه البطولة الغالية. كابتن عمر، دعني أتحدث معك عن نقطة مهمة متعلقة بالاستحقاقات القادمة للمنتخب. هناك تصفيات كأس آسيا قادمة، كيف ترى المنتخب في هذه التصفيات الاستحقاقات القادمة بشكل عام للمنتخب في أقل من دقيقة لأنه ضيق الوقت يداهمنا؟ المنتخب اليوم حقق بطولة جميلة والكل يتمناه، فأقول أنه لو في عقول تشتغل وجميلة صدقني بهذا المنتخب سنصل إلى أعلى المراحل، بس نريد الاهتمام بالمنتخب، معسكرات على مدى يعني فترة، مش فترة وجيزة، الفترة الوجيزة ما تفيد المنتخب، فترة طويلة متوزعة بين المباريات الودية بين المعسكرات الخارجية والداخلية. صدقني في اليمن يوجد كنز ثمين وقوي بالنسبة للاعبين، لاعبين اليمنيين موهوبين. أتذكر أنه أنا عند المحافظ، محافظ يقول لا كيف بتأخذ البطولة، ما كان من عادل عباس بيقول شجاع واثق من نفسه، وهو كمان ينظر أنه وراء مجموعة جميلة متجانسة، فقال بنأخذ البطولة. شعور جيد هذا، إيش اللي أعطاه دافع إحساس للفريق كله، وكانوا كلهم في البطولة نجوم ويستاهلوا رفع القبعات لهم لأنهم أمتعونا وأخذوا الكاس ورفعوا راية اليمن عاليا. نعم، عادل عباس هناك لفتة جميلة أيضا لاقت استحسان الشارع الرياضي في داخل اليمن وأيضا خارجه، وهي إعطاء إشارة القيادة للكابتن وضاح أنور. هذا إن دل على شيء يدل على الروح المتواجدة والأخوة المتواجدة داخل المنتخب. حدثنا عن هذه اللفتة الجميلة. والله يعني هذه مبادرة من الشباب، كانت كلهم مش اللابس إلا أنا، أنه بنظرنا هو يعني أفضل حارس في البطولة، أفضل حارس في اليمن. صدرنا يعني ونحن استغربنا ليش ما كم تعيينه أنه أفضل حارس في البطولة، فقلنا لازم أنه صاحب الإنجاز الأول، لازم نرفع الكأس. نعم، كيف تصف هذه أيضا اللحظة الجميلة في تلك الأثناء كابتن وضاح؟ والله شعور الفوز على جنب، طغى على الجانب التتويج، وشعور اللفتة دي من اللاعبين والكابتن عبد العباس يعني شعور لا يوصف، أحرقونا بهذه اللحظة. صح أنه ما اختارش أنا، ما اختاروني من كأفضل حارس في البطولة، ولكن الحمد لله عادي. أنت أفضل حارس في نظر اليمنيين بشكل عام وكل من تابعك، ونشكر الكابتن عادل عباس والإخواني جميعا في الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي جميعا. نعم، نيابة عن اللاعبين. أنا أعذرني لو أتداخل فقط من خلال هذه النقطة، يعني لربما عندي لفت نظر بخصوص اختيار الجائزة أو جائزة أفضل حارس. وضاح اليوم ما يحتاجش جائزة أفضل حارس، صحيح، سواء بنظر الشعب اليمني أو بنظر كل من كانوا مقيمين، صحيح، على البطولة. لكن معايير اختيار أفضل حارس علامة استفهام، يعني نحن أقل منتخب دخل، وضاح أقل حارس، صحيح، دخل فيه في البطولة أهداف، وهو كان المساعد والرئيس، والهدفين كانوا من كرتين ثابتة، صحيح، يعني لم تكن أهداف. بينما المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي والمنتخب المنتخبات اللي غادرت العراقي في الدور الأربعة كان عدد الأهداف أكثر، صحيح، فكان هو الأولى وهو من ساهم بـ 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 بشكل كبير في نيل المنتخب الوطني البطولة، يعني فعلامة استفهام. لكن هو بنظرنا لا يستحق جائزة، صحيح، هو أصلا مستواه أكبر جائزة لنا كلنا بالضبط. نعم، تفضل كابتن عمر. الألفة والمحبة دائما تولد إنتاج، للأسف نحن عشنا يعني ما بين المرح وما بين السعادة وما بين التعب، يعني يوجد خلفنا جنود مجهولين. الأستاذ عبد الرغيب العديني كان رمز من الرموز الذي ساهمت فعلا بقوة، الأستاذ عبد الوهاب الزرقة، الكابتن علي النونو والكابتن أمين سود وكل الطاقم الإداري والفني، نحن نشكر الكل. الحمد لله هذه الثمرة اللي جنيناها نتائجها أثمرت، صحيح. وأنا أقول لهم إن شاء الله، أنا نصيحتي للشباب
بأن يرموا هذه البطولة خلاص أخذناها، القادم أجمل ينظرون إلى القادم، القادم أجمل. نعم. إن شاء الله. كابتن وضاح أنور، نيابة عن جميع اللاعبين المتواجدين، معنا الكلمة التي حاب أنك تقولها للجمهور، هناك أيضا ربما رسالة حبيت أنك تقولها في هذه الحلقة بالتحديد، تفضل. أولا أحب أشكر كل الشعب اليمني الذي عازرنا داخل الملعب وخلف الشاشات، ونقول لهم ألف مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذا الفوز. وفي ملاحظة يعني بسيطة أقرأها أنا عبر التواصل وكذا ومن الناس بعض الأحيان، اللي هي على عبد الرحمن الخضر. عبد الرحمن الخضر من أفضل لاعبين صحيح البطولة، ومن أفضل وأفضل يعني من أفضل لاعبين اللي ظهر بنهاية المباراة يعني أمام السعودية المباراة الأخيرة، وهو صاحب الهدف. صحيح صحيح انه ما توفقش بركلات الجزاء، ولكن هذه تحصل مع اي لاعب. صحيح، ولا بد انه الجمهور الرياضي ما يكون مساند وداعم، نعم، خصوصا ان البطوله تحققت. في ناس يعني كذا يتواصلوا معي عبر الخاص وعبر الفيس وكذا، احنا ما نلتفتش هذا الشيء، ولكن يعني حابب انا اوجه لهم رساله، يعني هذا لاعب وطن، لاعب هذا بالاول والاخير هذا يكون ملكه. صحيح، أنت ملك الوطن، لابد أن تكون أن توقف معه في السيء قبل الحلو. صحيح، يعني أوقف معه في الحالات السيئة عشان يكون هو بالوقت الحلو تكون تفرح فيه. صحيح، أما أنك توقف معه بالحلو وتسيء له وقت الإساءة. ولذلك نتمنى من جميع الجماهير ومن جميع الشعب كامل يعني أن يعني يرفعوا معنويات هذا الولد، وأصلاً الولد هو ما يحبط نهائياً بهذا الكلام، وهو كابتن متميز ولاعب متميز أيضاً، هو كلام فارغ يعني. الولد ما شاء الله واثق من نفسه وإمكانياته عالية، وهو عارف نفسه. أنا جلست معه وكذا وسلمت، قال أنا ما أهمش هذا الشيء ولا هذا، ولكن كلام الناس يكون حافز كبير. صحيح للاعب، أتمنى لهم أن يكون يعني يكونوا عون وسند لأي لاعب. كابتن، إذن هذه الروح الرياضية المتواجدة بالعكس. هنا وهذه الرسالة بالعكس. الجميلة. نعم، عبد الرحمن الخضر كان نجم من نجوم البطولة. صحيح، وكان مؤثر في كل المباريات، فما هيش نهاية العالم، العالم يشتغل على هذا المرحلة، وعبد الرحمن الخضر سيظل نجم وسيكون نجم إن شاء الله المستقبل. نعم، كابتن سامر، كلمة أخيرة في دقيقة، إيش حاب تقول للجماهير الرياضية وماذا توعدها في القادم؟ اولا حقيقه دائما نحن ما ننسي في شكرنا حد مهم جدا باسمي وباسم جميع البعثه، تقدم اولا بالشكر الجزيل حقيقه لكل عوائلنا، هذه العائله التي دائما هي ما تكون يعني مقصوره من الشكر، وهم اهم عنصر قصرنا في حقه بالفتره التي كنا في البطوله، سواء كلاعبين سواء كجهاز فني وإداري وأيضا كل من هم في البعثة. حقيقة نشكر عوائلنا جدا على صبرهم، على تضحياتهم، على تحملهم لنا. نشكر الشعب اليمني بأكمله حقيقة، ونقول له بإذن الله تعالى هذه بداية الانتصارات وهذه بداية السعادة. أنتم شعب تستحقون السعادة، تستحقون البسمة، ابتسموا، لا شيء يضرنا من أن نبتسم. نتمنى لهم دائما السعادة والراحة والطمأنينة لهذا البلد. نسأل الله أن يعم علينا الأمن والأمان، وأن تعود بلادنا سعيدة مثل ما كانت. إن شاء الله. كابتن أو الأستاذ عبد الرقيب العديني مدير المنتخب الوطني، أيضا كلمة ورسالة حاب أن تقولها في أقل من دقيقة. طيب، أنا أعتقد بأنه أهم رسالة هي أولا نشكر جهود اللاعبين الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إحراز البطولة، نشكر الجهاز الفني والإداري، نشكر قيادة الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح عيسي الذي يدعم وما زال وسيظل يدعم وباستمرار الأنشطة، نشكر كل من له يد في مساندة المنتخب أو المنتخبات الوطنية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع خلال الفترة القادمة ليكون المنتخب ويظهر بمظهر أفضل وأجمل ويقدم نتائج
أكثر وأجمل. نعم شكرا لك أستاذ عبد الرقيب. وهذه إذن مشاهدينا الكأس الغالية التي جلبها هؤلاء الأبطال وهذه البطولة الثانية، وبكل تأكيد هناك الكثير من الاستحقاقات القادمة وكثير أيضا من الألقاب والبطولات التي ستسعد الشعب اليمني بكل تأكيد. إذن هذه كانت حلقة خاصة واستثنائية مع نجوم المنتخب الوطني للناشئين عبر شاشة تلفزيون حضرموت. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.